كنت في الجزائر ندير في حاجة اللي إلى يومنا هذا كيقول لك أنا كلون في الجزائر 75% يقول لك أنت جايح وبهلون ومهرج ومد هذه هي الخدمة تاعك. أما أنت بروحي خويا العزيز أما الحاجة حاجة بايخة كلون كنت ندير بها 20-25-30 مليون في الشهر في الجزائر. بديت عامين وانا نتمرمد عامين وهذا يقول لك انت هكذا وانت هكذا ما سمعت حتى واحد. علاش؟ باسكو كنت مأمن بروحي وكنت ندير في حاجة نحبها أنا ولقيت الحاجة اللي نحبها أنا وهي الشغف تاعي أنه أدخل البسمة على الأطفال على الناس الكبار على كذا. من بعد الشغف هذا كبر ولا عندي طموح أنه نروح للمريكان وندير حاجة اللي بالك كنت أحلم بها هي أنه أدخل البسمة على الناس من جميع حلال. حلم بالك في أعين الناس ولا هدف في أعين الناس بايخ حلاله في عيني أنا حاجة كبيرة. اختلفت الأعذار قنت بالليل وكان مرحش الماري كان ولا لو كان مخرج من الجزائر راح نموت الدلالة. كنت نديرت الحاجة نحبها في الجزائر حبيبي.